قتل 30 شخصا من قوات الأسد في عربين ومعارك طاحنة في محيط مدينة الطبقة. ملوحة بتجديد العقوبات، مجموعة السبع تقرر الضغط على روسيا للتخلي عن الأسد. ومع تقدم القوات العراقية 4 خطط محتملة لهروب داعش بعد انتهاء معركة الموصل. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من سوريا، حيث فجرت فصائل المعارضة السورية المسلحة مبنى كانت تتحصن به قوات الأسد في منطقة عربين في ريف دمشق. وقالت مصادر عسكرية معارضة إن ما لا يقل عن 30 فردا من قوات الأسد والميليشيات المتعاونة معها قتلوا جراء التفجير. من ناحية أخرى، تجددت الاشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات الأسد مدعومة بميليشيات أجنبية على محاور عدة في دمشق. وفي ريف الرقة، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تمكنها من تأمين مطار الطبقة تمهيدا لجعله حجر زاوية في العمليات الهادفة إلى تحرير الرقة من احتلال داعش. يأتي ذلك بينما نجحت هذه القوات بصد هجوم لداعش بين المدينة ومطارها. إلى التفاصيل. في أعقاب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية في المرحلتين الأولى والثانية من حملة غضب الفرات ضد تنظيم داعش، تستمر المرحلة الثالثة الرامية بشكل أساسي إلى عزل مدينة الرقة عن ريفها، إضافة لطرد تنظيم داعش من كبرى معاقله في سوريا. عملية تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات في يومها 22 على التوالي تواصلت بتقدم قوات سوريا الديمقراطية في الجهة الشرقية لمدينة الطبقة، حيث تمكنت من طرد داعش من قرية عباد الاستراتيجية إلى الشرق من قرية الصفصافة، والتي كان التنظيم يستخدمها لقصف المدنيين النازحين من الطبقة بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مسلحا من داعش. سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على قريتي عباد والصفصافة تسمح لها بإطباق الحصار بشكل كامل على مدينة الطبقة التي تعد مركز ثقل أمني لتنظيم داعش. جاء ذلك في أعقاب التقدم العسكري السريع الذي حققته القوات في محيط المدينة في غضون أيام قليلة، ما جعلها على مشارف حدود سد الفرات من الجهة الشمالية للمدينة. في غضون ذلك، أكدت مصادر صحفية أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي تمكنت أيضا من صد هجوم واسع شنه داعش على مواقعها بين مدينة الطبقة ومطارها العسكري بمختلف الأسلحة، حيث قتل وأصيب العديد من عناصر التنظيم. المصادر أضافت أن مسلحي داعش يستهدفون بشكل دائم عناصر سوريا الديمقراطية بطائرات استطلاع تحمل قنابل، وقد استطاعت قوات سوريا الديمقراطية إسقاط نحو 15 طائرة. نبقى في سوريا، حيث بدر تنظيم داعش بمحاولة منه لعرقلة انطلاق معركة الجنوب السوري على غرار العمليات العسكرية التي خاضتها المعارضة في الشمال إلى مهاجمة معبر التنف الحدودي مع العراق بتفجير انتحاري أعقبه هجوم بري. التفاصيل مشاهدين في سياق التقرير التالي. تنظيم داعش الإرهابي يعمل في أيامه الأخيرة على إعادة تنظيم صفوفه ومقاتليه في الجنوب السوري، وذلك لتدعيم معقله الرئيس في الرقة بعد الانتكاسات التي تعرض لها في سوريا والعراق. كما يحاول التنظيم عرقلة انطلاق معركة من جنوب سوريا على غرار العمليات العسكرية التي خاضتها المعارضة في الشمال إلى مهاجمة معبر التنف الحدودي مع العراق والذي يسيطر عليه مقاتل المعارضة، وذلك بتفجير انتحاري أعقبه بهجوم بري، إلا أن محاولته باءت بالفشل. وتزامن هجوم داعش الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين مع عودة الحديث عن قرب تحريك الجبهة الجنوبية، حيث أفاد مصدر مخابرات غربي لرويترز بأن قوات أمريكية وبريطانية خاصة تعمل على توسعة قاعدة التنف لتصبح منطلقا للعمليات العسكرية ضد داعش. كما أكد مصدر عسكري آخر أنه بدأ العمل على خطة بالتعاون مع التحالف الدولي لشن حملة في الجبهة الجنوبية لقتال داعش بالتوازي مع المعركة التي أطلقتها ذلة من فصائل المعارضة في تلك المنطقة ضد التنظيم. هذه المعركة التي تهدف إلى قطع الإمدادات عن الجنوب السوري
ستشارك فيها كل من فصائل جيش المغاوير وأسود الشرقية وشهداء القريتين والمجلس العسكري في المنطقة الجنوبية وكتائب الشهيد أحمد عبده، كما سيتم إمدادها بأسلحة نوعية على أن تبدأ فعلياً خلال فترة لا تتجاوز الشهر. أعلنت الولايات المتحدة تدمير 20% من الطائرات الحربية التابعة للأسد خلال الضربات الصاروخية الأسبوع الماضي، والتي شنتها رداً على الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في سوريا. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن نظام الأسد فقد القدرة على إعادة التزود بالوقود أو إعادة التسلح في قاعدة الإشعارات الجوية. كما حذرت الولايات المتحدة نظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن معاودة النظام استخدام الكيميائي من شأنه أن يؤدي إلى رد من الجيش الأمريكي. وعلى الصعيد السياسي، التقى وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا وقرروا السعي للضغط على روسيا لقطع علاقاتها مع نظام الأسد، فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه ستتم مناقشة احتمال فرض عقوبات إضافية على شخصيات عسكرية روسية وأخرى في نظام الأسد. الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على روسيا، وسنناقش احتمال فرض عقوبات إضافية أخرى على شخصيات في نظام الأسد وشخصيات في الجيش الروسي شاركت في دعم قوات النظام في سوريا، وبالتالي تلطخت أيديها في تصرفات بشار الكيماوي المروعة. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. في مصر قتلت قوات الأمن 7 مسلحين ممن يعتقد في انتمائهم لداعش في محافظة أسيوط جنوب البلاد. وقالت وزارة الداخلية إن الأشخاص 7 كانوا مطلوبين في قضية أمن دولة عليا وقتلوا خلال عملية دهم في مخبأ لهم بمنطقة جبلية في محافظة أسيوط. إلى العراق، حيث أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى استعادة القوات الأمنية العراقية حيي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. مصادر عسكرية عراقية أكدت أن جهاز مكافحة الإرهاب اقتحم الحيين وأوقع خسائر في الأرواح والمعدات في صفوف داعش. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه محاولات القوات الأمنية العراقية اقتحام مسجد النوري الذي ألقى منه زعيم داعش خطبته قبل أعوام. إذن أحياء تلو الأخرى يستعيدها الجيش العراقي في مدينة الموصل من احتلال داعش، ومع اقتراب النهاية يلجأ قادة التنظيم وأفراده إلى الفرار عبر شبكة أنفاق أنشأها أو التسرب وسط المدنيين والنازحين. المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات نشر في تقرير له 4 خطط محتملة قد يلجأ إليها مقاتلو داعش بعد انتهاء معركة الموصل. الزميل عطاء الدباغ يستعرضها لنا في سياق التقرير التالي. تقدم كبير أحرزته القوات العراقية خلال الأشهر الماضية في مدينة الموصل شمال البلاد على حساب تنظيم داعش الذي احتل المدينة سنة 2014 تمثل في تحرير معظم أحياء الجانب الغربي وقبلها تحرير الجانب الشرقي بالكامل، ما قد يبشر بنهاية التنظيم وخسارته مسقط رأسه في العراق. ومع اقتراب النهاية يتصاعد السؤال بشأن مصير مسلحي التنظيم الذين قدر عددهم 7000 داخل الموصل وضعفهم في محيطها، وفق حصيلة أعلن عنها رئيس البرلمان العراقي سابقا أسامة النجيفي في تشرين 1 أكتوبر الماضي. مصير هؤلاء المقاتلين أثار أذهان الخبراء والمتخصصين، ما دفعهم إلى طرح بعض الخطط التي قد يلجأ إليها أفراد داعش من أجل البقاء، منها وفق تصنيف الخبراء الانتشار داخل العراق ضمن مجموعات صغيرة، وهذا ما جرى حين طردوا من محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، حيث فروا إلى جيوب أخرى لا يزال التنظيم يسيطر عليها سواء في تل عفر والقائم وعانا والحويجة. خيار آخر قد يلجأ إليه أفراد التنظيم وهو التوجه نحو الجارة السورية في وقت ما زال يسيطر على مناطق واسعة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. ووفق تقارير إعلامية فإن أعدادا من المسلحين وعائلاتهم فرت إلى هناك قبيل انطلاق معركة الموصل.
وفي الحديث عن المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، فإنهم أمام خيار العودة إلى بلدانهم التي انطلقوا منها بالرغم من صعوبة هذا الأمر، إلا أن أعدادا غير بسيطة تمكنت من الوصول إلى بلدانها خاصة في أوروبا وشمال أفريقيا، وساعدهم في ذلك دخولهم إلى العراق بطريقة غير شرعية، ما أكسبهم التنقل خارج نطاق المراقبة وصعب التعرف على هوياتهم. أخيرا، قد يفضل بعض أفراد داعش الهروب إلى مناطق صحراوية شاسعة أو جبلية وعرة في دول تشهد نزاعات داخلية واضطرابات أمنية كمصر وأفغانستان وباكستان أو دول أفريقية جيوشها ليست بالقوية. وأمام هذه الخيارات تقع مسؤولية أخرى على عاتق الحكومات، ليس فقط تحرير المدن من احتلال داعش، إنما متابعة تحركاتهم والقبض عليهم كي لا نشهد على إنشاء مجموعات وتنظيمات إرهابية أخرى أو ربما هجمات في دول عاد إليها مقاتلوها على شكل ذئاب منفردة. تبعات الأزمة السورية ألقت بثقلها على الوضع الاقتصادي في لبنان، وبعيدا عن الرأي السياسي كان رأي الشارع اللبناني مماثلا في تبعات هذه الأزمة. قالها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري في بروكسل: لبنان بات مخيما كبيرا للنازحين، مؤكدا أن بلاده باتت منهكة بسبب نزوح أكثر من 1.5 مليون سوري من دون دعم مادي كاف من المجتمع الدولي. وفي ظل الضغط على الموارد وسوق العمل وفي المستشفيات والمدارس، كيف تترجم الأوضاع في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية؟ من الناحية الإنسانية نحن كلنا تعاطف مع الشعب السوري النازح يلي عم بيعاني، يلي عم بيعيش بمخيمات ما فيها مقومات الحياة، لكن بنفس الوقت اللبناني وضعه الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي صار ينذر بعواقب وخيمة. من هالمنطلق صار لازم نلاقي حل، لأنه لبنان عدد سكانه 3-4 ملايين نسمة، صار عندنا نازحين مسجلين 1.5 مليون بس هن يفوقوا 2 مليونين. يعبر السياسيون عن لسان حال الشارع الذي يبدي تعاطفا مع الأشقاء السوريين، لكنه منتعض من المنافسة على لقمة عيشه في ميدان العمل وعلى صعيد الخدمات وغيرها. التاكسيات عم يشتغلوا، خضرة عم يشتغلوا، محلات عم يشتغلوا، ما عم بيخلوا شيء ما يشتغلوا، حتى نسوان جوبون عم يشغلون، اولادهم عم يشغلون بالشحادة، بالبطالة، بالجوع، بالتعتير، بالكآبة للشباب والصبايا، هيدي أهم شغلة. البياعين الخضرة صاروا سورية، اللبناني راح بيسكر، لأنه هن بيناموا محلات، يعني محلات متواضعة، ما بيناموا محلات بيدفعوا إيجار غالي أو ما بيدفعوا تاكسز وقصص. لكن هناك من يرى في الارتدادات الاقتصادية لأزمة النزوح بعد اجتماعي خطير لا يقود الشباب اللبناني إلى الهجرة وحسب، إنما بات يدخلهم في آتون الأعمال غير الشرعية. المصلحة العامة على رأسي قبل عيني، بس ما بتفرض عليك أنه تشرد شباب، شبابنا أكتر عم بهاجر، واللي ما عم بهاجر عم بيتعاطى مخدرات، واللي ما عم يتعاطى مخدرات عم بيلجأ، بعتذر منكم، للدعارة ليقدر يطلع مصاري. وهناك من يلقي باللائمة على السياسات الحكومية التي فشلت في استيعاب النزوح وتوظيفه في المكان الصحيح. لو النزوح السوري تم التعامل معه كمرحلة أو كعنصر مؤقت يمكن الاستفادة منه، من مهارات، من كفاءات، عندك مناطق بدها تأهيل، عندك زراعات بدها تتساوى، عندك مناطق متروكة، مناطق جردة، لو استخدم الوجود السوري بشكل تنموي وبشكل لتأهيل الواقع ما كان أزمة. ولا يخفى على أحد الهاجس الأمني في الشارع اللبناني الذي يتولد من استمرار المنافسة الاقتصادية من جهة، وحاجة النازح للمال مقابل أعمال غير مشروعة من جهة ثانية، أو حتى من اعتبار هذا العدد من النازحين قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر من جهة ثالثة. أكيد أثر، ما بقى بيشتغل اللبناني، بس أنا مش هذا اللي بخوفني من النزوح السوري، من النزوح السوري بخوفني الحالة الأمنية القريبة. هلا هن الإنسان اللي منه متعلم واللي عم يجي يشحد، اللي عم يجي يشحد ممكن يعمل أي شيء، ممكن يحط إنبلي، ممكن يفجر حاله. نحن بدنا إياهم يرجعوا على وطنهم يعيشوا بكرامة وبقانون وبعدالة، ومثل ما بنطلب لإلنا دولة قانون وشفافية وعدالة بنطلب لإلهم أيضا دولة، لأنه هن كمان عانوا طويلا من نفس النظام يلي نحن عانينا منه، يلي سبب كل هالمآسي عنا نحن.
تظهر العواقب الاقتصادية والاجتماعية بشكل متواتر في الشارع، البعض لا يزال يصنفها بالعرضية والبعض الآخر يرى فيها مؤشرات لتوترات قيد التصعيد، لكن الأكيد أن ناقوس الخطر بدأ يكرع، فالشعب منهك وآفاق الفرج لا تزال مسدودة بوجه سوريا ولبنان. لأخبار الآن تريسا بعنطون، لبنان. تضرب الجماعات المتطرفة أينما كان موقعة أكبر عدد من الضحايا من دون استثناء لمدرسة أو مكان مقدس أو مشفى أو سوق شعبي. صديقة، امرأة أفغانية قصدتها أخبار الآن لتعرف قصتها، هي التي خسرت في اليوم ذاته ابنها وزوجها بالتفجير الإرهابي الذي شنه داعش على المشفى العسكري في العاصمة الأفغانية يوم 8 من شهر آذار مارس الماضي، مخلفا 30 قتيلا وعشرات الجرحى. لم أكن أعلم أن صباح اليوم 8 من شهر مارس آذار من عام 2017 سيكون آخر لقاء لي مع زوجي عبد الواسع وولدي محمدي. تناولنا الفطور معا وبدأ يستعد للذهاب إلى عمله في المستشفى العسكري في كابول الذي كان يخدم فيه منذ مدة. قلت له لا تذهب اليوم إلى العمل طالما أن هناك احتمالا كبيرا لوقوع هجمات إرهابية بالتزامن مع الذكرى السنوية لوفاة المارشال محمد قاسم فهيم، لكنه أصر على الخروج وقال وداعا كالعادة. ذهب معه ابنه محمدي للعلاج في المستشفى، وبعد نحو الساعة 9 صباحا جاء حفيدي إلى بيتنا وأخبرني أن هناك انفجارا ضخما في المستشفى العسكري في كابول. فتحت التلفاز فورا ورأيت الدخان يتصاعد من المستشفى، حاولت التواصل مع زوجي وولدي لكنهما لم يردا. عندها بدأت أصرخ ابني وزوجي مفقودان، وبعد 9 ساعات من الانفجار علمت أن زوجي وولدي قتلا بالفعل. جاءوا بتابوتيهما إلى بيتي وحاولت النظر إلى ابني لكني لم أستطع التعرف إليه بسبب الإصابات التي وقعت في جسده، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، انكسر قلبي بالفعل. لا يمكن وصف داعش وطالبان بالمسلمين، لا يمكن أن يقوم مسلم بمثل هذه الأفعال البشعة بجعل هؤلاء الأطفال أيتاما وأمهاتهم ثكالى وزوجاتهم أرامل، بل على العكس الإسلام يدعو إلى مساعدة الأطفال والنساء بشكل خاص، لكن داعش وطالبان جاءوا إلى أفغانستان لتدميرها اجتماعيا واقتصاديا. بدأت الحياة تدب في مدينة بنغازي وبدأت معها المدارس في فتح أبوابها من جديد في وجه الطلاب الذين انقطعوا عنها بسبب الأوضاع الأمنية. اليوم وبعد تحسنها كثير من الطلاب والطالبات كانوا حريصين على مواصلة مسارهم التعليمي وحمل شعلة العلم لمحاربة الجهل والظلام. أميرة وسجوى عادتا إلى المدرسة تزامنا مع فتح العديد من المدارس في مدينة بنغازي الليبية أبوابها للطلاب، وعلت الفرحة على وجوههم بعدما أجبروا من قبل على ترك مقاعد الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية. بعد تطهير المدينة من داعش استعادت بنغازي عافيتها وعادت الحياة إلى طبيعتها. نحن لنا سنتين ونص يعني طالعين من حوشنا بسبب داعش، بس مش عارفين حوشنا مش عليه اصلا، من سنتين هذينا ما شفناش عليه هل هو في ضرب او هكي، بس مازال حاطين في امل، وحتى لو ان شفناه طايح مش حيوجعنا لان في شهداء ماتوا علشان احنا نعيشوا، فهذه الحاجه مش تاثر فينا، حاجه الماديه مش حتاثر فينا، في ارواح مات عشان احنا نعيشوا. ان شاء الله يا ربي تحرر ليبيا ونردوا كيف قبل ونثبت للعالم كله أن ليبيا تستاهل الأحسن. ونقول لهم يعني ما تخافوش، يعني كيف نحن كيف نقروا قاعدين وكيف نجيب نحوش مدرستي، إني ما نخافش وآمن وأمان، يعني محاطين أن شباب بنغازي وجيشنا يعني حارسين على الأمن وأمان، يعني ما نقول يعني اللي خايف أو شخص يعني خايف أنه يجي المدرسة أو يقرأ ونقول الصوت ضارب نسمع في الصوت ونقول له يعني تعالوا أقرأ شجاع، خليك شجاع ما تخافش من تو البلاد يعني يقولوا خايضه، ونقول بامن وامان يعني وجيشنا محررها وان شاء الله في امن وامان. طبعا ايام الدواعش ما كناش نقدروا نديروا شيء وكاينين محرمين علينا كل حاجه،
يعني وكل حاجة عندهم كانت حرام وعيب. فنحن تو نجهزوا في فريق موسيقي يعني مسموح لنا أن نقدموه فضل الجيش وفضل المدرسة الحمد لله، لكن يعني أيام الدواعش ما كانش نديروا في أي حاجة من هذه هي. طبعا هم يدمروا ويشبهوا ويشوهوا في سمعتنا، بس نحن الحمد لله يعني كل يوم التقدم التقدم والرحمة على الشهداء. إن شاء الله يا ربي من الأمن الأمن، إن شاء الله ربي يعم علي ليبيا وعلى الوطن وأهلك لي. حصة الموسيقى هذه كانت من بين المواد التي يحظر تدريسها، أما اليوم فقد تغير الوضع بعدما استتب الأمن بداخل المدينة. نحن الحمد لله لما توا يعني تريحنا من داعش تفكينا منهم التكفيريين هذوما واللي محرمين كل حاجة، هي كل حاجة على استعمالك، تستعملها في الخير تلقاها في الخير، تلفزيون تستعملها في الخير تلقاها في الخير، موسيقى تستعملها الخير تلقاها الخير، موس تستعملها الخير تلقاها الخير، تستعملها الشر تلقاها للشر، يعني كل حاجة واضحة يعني، والدين الإسلامي واضح ونحن ما ندروش في حاجة غلط، بالعكس نحفظوا في أغاني أناشيدية أناشيد حماسية ووطنية وحاجات يعني يفيدنا الطالب، والموسيقى علم كيف أي علم يندرس. زي ما كنا عارفين إن يعني أغلب مناطق بنغازي كان يعني مسيطر عليهم داعش، لكن تو بعد تحرير المناطق بنات واجد قعدن مستوى كانن ضعيفات قعدن كويسات يعني، ونفسيتها تغيرت بشكل كبير إن هن قبلن الدراسة أكثر. تعطلت الكثير من المدارس في بنغازي خلال العامين الماضيين بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية عليها، كما أن بعضها تحول إلى مساكن مؤقتة للنازحين. تحسن الأوضاع الأمنية واستقرارها ساعد غالبية المدارس في فتح أبوابها مجددا، كما تضاعف معها عدد الطلبة في المدارس بشكل كبير. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير: التمييز في الأجور بين الجنسين تهمة تهدد سمعة جوجل. حييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار الرياضية، والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها مواجهة الشباب بين دورتموند وموناكو دفاعها هش. جاء في تفاصيل الخبر: يستضيف نادي بروسيا دورتموند الألماني موناكو الفرنسي على ملعب سينيال إيدونا بارك في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مواجهة بين فريقين يعتمدان على أوجه الشابة والوجوه الشابة والكرة الهجومية. وبالرغم من القوة الهجومية الهائلة، يواجه بروسيا دورتموند وموناكو ذات المخاوف في ظل المعاناة من مشكلات دفاعية خاصة في الأسابيع الأخيرة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة: إبراهيموفيتش يستخدم ذكاءه مع تقدمه في العمر نظرا لعدم قدرته على الركض كما كان يفعل قبل 5 سنوات. قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر سيتي يونايتد الإنجليزي إنه بات لاعبا أكثر ذكاء مع تقدمه في العمر، وتعكس إحصاءات اللاعب أنه ربما يعتمد على ذكائه أكثر من قوته العضلية داخل الملعب. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها: منتخب الكرة يعتذر عن لقاء منتخب إيران وديا. اعتذر اتحاد كرة القدم الأردني عن عدم قبول الدعوة المقدمة من نظيره الإيراني لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين أواخر الشهر المقبل في طهران ضمن استعدادات الجانبين للاستحقاقات الآسيوية المقبلة. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: ويوفنتوس وبرشلونة ثأر ونار. يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى الثأر من برشلونة الإسباني عندما يستضيفه في ذهاب الدور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عادة لنهائي المسابقة ذاتها لعام 2015.
نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا قام علماء بتطوير لاصقة جديدة تقوم بقياس نسبة السكر في الدم من خلال العرق. تفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن. طور علماء من كوريا الجنوبية لاصقة جديدة تضم أجهزة استشعار لمراقبة مستوى السكر في الدم من خلال تحليل العرق دون الحاجة إلى عينة من الدم، ولا يتطلب الاختبار القيام بأي مجهود بدني لإفراز كمية كبيرة من العرق، إذ تكفي كمية ضئيلة منه لتخترق مسام اللاصقة وتصل إلى أجهزة الاستشعار. وبهذه التقنية يمكن التغلب على الألم أثناء الوخز حين قياس نسبة السكر عن طريق الدم. وتتميز لاصقة الاستشعار الجديدة بالمرونة، لذلك يمكن تحريكها وتثبيتها على الجلد بسهولة. وحتى تعمل هذه اللاصقة بكفاءة عالية، فقد أضاف العلماء جهاز تحليل يحتوي على 3 مستشعرات لمراقبة نسبة السكر في الدم بشكل متواصل، وهناك مستشعر رابع لقياس نسبة الحموضة في العرق، وخامس يقيس نسبة الرطوبة لتحليل كمية العرق. وجميع أجهزة الاستشعار مغطاة بطبقة مسامية تسمح بمرور العرق من الجلد مباشرة إلى الإلكترونيات الداخلية لتحليله، ثم تعرض النتائج على كمبيوتر محمول ويتم إجراء الحسابات والتحليلات لتحديد مستوى السكر في الجسم. وأكد فريق الباحثين أن اللاصقة ستكون مفيدة لمرضى السكر. وفي اختبارات أخرى كانت اللاصقة مزودة بإبرة صغيرة لحقن الأنسولين تلقائيا في جسم المريض وقت الحاجة إلى ذلك. ينظر محققون أمريكيون في قضية الفروقات برواتب الرجال والنساء الذين يؤدون وظائف متشابهة في شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل. ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن الشركة تتبع سياسة تمييز بين موظفيها من الجنسين، إذ تحصل النساء على رواتب أقل. في خبرنا الأخير، استمتع زوار قرية فيلا بريزنتيني الإسبانية بالتجول في أكبر متاهة في البلاد، وتمتد المتاهة الشجرية على مساحة تتجاوز 5000 متر مربع، وتضم ممرات لا يتجاوز عرضها مترا واحدا وارتفاعها 2.5 متر. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: قتل 30 شخصا من قوات الأسد في عربين ومعارك طاحنة في محيط مدينة الطبقة. ملوحة بتجديد العقوبات، مجموعة السبع تقرر الضغط على روسيا للتخلي عن الأسد. ومع تقدم القوات العراقية 4 خطط محتملة لهروب داعش بعد انتهاء معركة الموصل. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. إذن أنا أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.